فيها دكتور سؤال مهم جدا. في ام بتعاني ان مشكلتها ان هي الدكتور مانحها من منتجات الالبان. تمام. وبترضع. عندها حساسيه بقى. حساسيه. فطبعا بيمنحها من الحاجات ديت وهي لازم ان هي تغذي الطفل طبعا. لانها بترضع طبيعي. هي اللعبه هنا مش فكره ان هي تغذي الطفل. لان الطفل هيوصل له القيمه الغذائيه بتاعته. هي للاسف هي اللي هتتضر. لو هي ما اهتمتش ان هي تدور على بدائل الكالسيوم وفيتامين د عشان تقدر تعوض حساسيه اللاكتوز. دايما الناس اللي عندها مشاكل في حساسيه اللاكتوز. السؤال ده على قد ما هو بيزعل على قد ما انا مبسوط ان الام دي قدرت تكتشف ان هي عندها حساسيه من مشكله معينه. للاسف حساسيه الطعام من الحاجات المهمله. ممكن تلاقي ناس بيكبروا ويكتشف بعدين ان هو عنده انيميا فول او عنده مشاكل معنويه معينه من الاكل. فحوصات الحساسيه للاكل من الحاجات المهمه جدا. حلو. ايه بدائل اللاكتوز؟ خلينا نقول اللاكتوز لان هو ده السكر اللبن. الكالسيوم هتلاقيه موجود في السمسم، هتلاقيه موجود في التين البرشومي، هتلاقيه موجود في الصويا، هتلاقيه موجود في بذور الشيا، موجود في حاجات كتيره جدا. الاهم كمان من الكالسيوم فيتامين د من 15 ل 20 دقيقه في خلال اليوم. تعرض للشمس هتقدر تحقق احتياجك اليومي من فيتامين د مع بدائل الكالسيوم او بدائل اللبن. خلاص كده قدرنا نحقق المعادله وتقدر تعيش حياتك بصوره طبيعيه مع بقيه المكونات الغذائيه طالما ما عندناش حساسيه. تمام. يلا بينا.